استاذ محلك سؤال رخم بس صورنا صوره بس بعد اذنك. معلش انا بس اذنك يعني. لا تعالى كده اهو كده مش معلش اتعبك معانا يا استاذ. شكرا. ايه هو ده بقى اللي انت بتصوري معايا؟ طب اعمل ايه يعني؟ هو ده صح؟ بس انت مش عارف الشارع، انت مين؟ يا عم انا بتوافق انا رايح شغل. تعالى بس كده اسوي العربيه. ما هو زي ما انت بتخوننا انا بخونك. زي ما انت بتخوننا انا بخونك، انت عايز ايه؟ قال لي صورني انا ماشي. تعالى بس انا مالي اصلا. تعالى كده بس اشغل العربيه. اوعى يا عم. بقول لك انا رايح شغلي، قال لي صورني. انت مش انت خنتني؟ زي ما انت خنتني انا خنتك. صح؟ ولا هو علشان لابس لك تيشيرت اصفر يعني؟ يا ابني ما تدور على اللي جري، انت بتدور عليا انا ليه؟ مفيش حد جري، مفيش حد جري. مين يا عم ساعدتي مين اللي قدامي؟ مفيش حد جري. رايح شغلي. خلاص يا حبيبي خلاص. انا راجل شغال هنا. خلاص يا حبيبي. واحد قال لي صورني، وقفت صورته، انت رحت جيت جري. خلاص يا قلبي معلش. يا عبد الرحمن. خطيبي. اقفل اقفل. اقفل يا عبد الرحمن. يا حبيبي هتاخد الهدية؟ ايه انت مش انت هتصورني؟ خلاص استنى بس استنى بس اهدى بس هقول لك انا بس الهديه دي. طيب هقول لك انا بس هديه. انت عارف ان هي هديه يعني ده كده يعني دوت مش يعني بص اكيد هتفضل. انا مش بحبك يا اخي، انا مش بحبك، انا بحبه هو. طب ثواني بكلمك، ثواني بكلمك يا عم. انا يا بيه انا بكلمك. انا بكلمك انا بكلمك. بص بس ايدك 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 ابعد كده شويه. استاذه ابعد شويه. استنى انت مش قلت لي هنخرج من الطريق في لما انت تبقى عايز راجل كبير زي دوت. انا بكلمك يا بيه ثواني بس يا عم. استنى ما تديش ايدك، ما تديش ايدك. هصعد فيه استنى. بعد اذنك بعد اذنك استاذ ما تتدخلش. الامور بيننا. انت اخترتي ده يا عم. في ايه؟ استنى انا ده راجل كبير. انت بتكلمه كده ازاي يا كابتن؟ ايوه يا سيدي اخترت. في ايه يا استاذ؟ فاكره؟ ايوه انا خنتني معاها صح. يا استاذ ثواني بكلمك بعد اذنك. بعد اذنك انا بكلمك باحترام. ثواني بعد اذنك. ايوه ما تقلقش مش شغاله. ايوه مش اللي انت خنتني معاها. انا بابا يا بيه بكلمك بعد اذنك. لو مديت ايدك تاني يا استاذ بكلمك. صل على النبي صل على النبي صل على النبي صل على النبي. كلم اللي انت عايزه. انا عايز الهديه. انت معاك من هنا لحد اخر الشارع. من هنا لاخر الشارع معاك. من هنا لحد الحته دي. ثانيه احسن. في ايه اديلها الهديه. حصل ايه بعد اذنك؟ طب اقعد كده. حصل ايه؟ ثواني يا بيه بعد اذنك. سيب ايدك يا بيه ما تتدخلش. انت مالك؟ انا يا عم موتها بس ما تقفش في راجل وجوز الخاين. ما انا اسف اتصرف مع خمراتك بس ما تقفش في راجل ليه يعني؟ اقفل يا عبد الرحمن. اقفل يا عبد الرحمن. ايه ما هو ده صح؟ يا سيدي استاذنك. لا مش انت قلت لي تعالى نقعد في كافيه؟ وانا قلت لك ماشي انا موافق. انا بتكلم في التليفون وماشي. تليفون يعني ايه؟ علشان خاطر عينيه. صورة بس. ماشي. تقل عليك. معلش. ربنا يخليك يا رب. ايه؟ خطيبي. يا نهار اسود. سلام يا عبد الرحمن. ايوه ايوه ده ايه بقى؟ اسمه ايه؟ ما اعرفش. ايه ده اسمه ايه؟ اسمه ايه؟ اه انا هقول لك على حاجه. انت خنتني في يوم من الايام. اه وانا زي ما انت خنتني انا عملت كده. انا خنت في مكان شغلي. ثواني بس. ثواني انت بس عشان انا شغال. ثواني ما تعليش صوتك. اهدى اهدى يا بابا. ما تعليش صوتك. ما تخافش مش هيحصل لك حاجه. ايه اللي يحصل يا بابا؟ انا بحبك ومش هستغنى عنك. انا بكلمك يا عم. هو كده يا عم انا معفاه. هي دي انا بحبك ومش هستغنى عنك. خلاص اللي انت بتعملها يعني ايه؟ ما بتعرفهاش. الكاميرا معاك وهي واقفه معايا. انت ما تعرفيش ازاي؟ انا امال مين اللي كان معاك؟ ايوه انت. امال مين اللي كان بيتصور؟ مين ده اللي عامل في الصوره؟ الكاميرا اهي وريني بس كده. اوعى يا عم. تعالى هنا يا حبيبي ما تخافش. هقعد انا وانت على الكافيه. خلاص حبيبي كابتن انا ورايا شغل في المطار. ايوه انا مش عايزاك. انا بحبه كرة. هو بتحب مين يا عم؟ بس عايز اقول لك على بس حاجه. بس ثواني بس. هو بس ثواني بس. مين ده؟ ده ثواني يا استنى كريم. استنى انت هتمشي وتسيبني؟ سلام. مش من الشهامه ان انت تمشي وتسيبني يعني؟ انت مين؟ بس اقول لك بس القصه اللي حصلت. كان في واحد لقيت قال لي صورني. هفهمك هفهمك قصه ايه؟ انا مش فاهمه ايه. انا بحبه يعني. لابس نظاره وساعه وشنطه ناقص ايه تاني؟ طبعا انا ما لبستوش. ما عملتوش. ايوه ما لبستليش اسود ولا مره. اه مش مربي دقن. ثواني بس بعد اذنك انا بكلمك.
ثواني بعد اذنك انا بكلمك. ناقص ايه تاني ما عملتوش؟ انا خنتك فانت بتخونيني. مع مين؟ مع الاستاذ باشا. انا ما اعرفهاش باشا، انا ما اعرفهاش. ايوه انت ربيت دوغلاس كده؟ انت ما ربيتش دوغلاس. هو ربى لي دوغلاس علشان الدوغلاس. قلت لي قبل كده ثواني بس ثواني يا بيه. قلت لي قبل كده سيب دقنك، سبت لك دقنك، عملت لك كل اللي انت عايزاه. كان شكلك وحش يعني. ايه سمع نبي اخذ الشيطان بقى عشان دوغلاس يا جماعه. محمد مش سايب العمليه قاعده خالص فيه. بس ايه طيب انا مش عارف. هو هم قالوا صورنا، صورتهم جه الاخ ده عمال يتكلم فيه. يا كابتن مين اللي صور معاك؟ انا ما اعرفش مين بالظبط. انا بحبك سيبك منهم. ها عندك لوح بولتي؟ بولتي ايه يا باشا؟ ما فيش بولتي يا عم. سيبنا نحل في مشكله احنا فيها. فيه يا كابتن. يعني ايه لوح بولتي؟ لوح بولتي في ايه؟ المشكله على ايه؟ طالما وصلت للبولت يا جماعه انا مش مسؤول. بجد 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 انا بحب المكاريل باشا. بعد اذنك يا باشا انا عندي شغل. انا بحب الدوغلاس بقى. اتفضل انا عندي شغل. لا ماليش دعوه. مش طالما بنت يا عم الكاميرا دي. يعني انت بسمتك ودينك ما شفتش ان الراجل ده هو اللي كان بيتصور معاها؟ ده شيطان والمصحف. والله العظيم هو اللي كان بيتصور معاها. طب انت ايه اللي دخلك في الموضوع؟